واتس كوكينج مع دلال كنج، ومثل كل نهار سبت اليوم عنا ديسير. بونجور دلال، كيفك؟ عنا اثنين ديسير اليوم، عنا بان بيردو هيدا عملتي لإلي يعني ريكومنديشن، عرفتيني كثير بحبه. لإلك انه مغيره فيه ان شاء الله تحبي. لا عامله اليوم بان بيردو على حليوه وفريز، بترفع شوي من العاده. وصفة الثانية هي كريم الموردي، يعني عصير الموردي يلي بدي اشتغلها مع صفار بيض وسكر ونشا، وبدي اضيف لها كرامبل شوكولا. خليني هيك بلش بالعكس. اول شيء خليني اقول للمشاهدين انه انا شخصيا وقت بعمل بان بيردو في عندي عدة وصفات، بعملها بالبريوش، بعملها بالكرواسون. اليوم حبيت اعملها بالباجيت، يعني اليوم جبت باجيت قطعتها مثل ما هون عم نشوف. وخليني اقول للمشاهدين اذا عندي باجيت قديمه بتعرفي او بعد يومين بتصير قاسيه، يعني شو بعمل فيها؟ بدي اعمل البان بيردو. من شو معموله وصفتي؟ اول شيء كمان خليني اقول للمشاهدين ليكون عندي بان بيردو كثير طيبه، بدي امزج الحليب مع الكريم فريش. هلا لكل مين عم يحترمني ما بيلو يحط كريم فريش، يعني مثل ما بنعرف صارت كثير غاليه، في اشتغلها بس بالحليب. من شو معموله وصفتي؟ اول شيء بدي اوضعهم على نار، يعني بطنجره على نار، بدي اضيف حليب سائل قد بعضهم؟ لا كم اقل، يعني اذا عم بحكي على كبيتين من الحليب عم بحكي على كبايه من الكريم فريش. خليني اقول انا اوقات بعملها بس بكريم فريش، يعني اذا بدي اياها تصير طيبه صح بشتغلها بالكريم فريش، بس بتشد اكثر مش ضروري بس تشد، المهم الطعمه. بتعرفي طعمه الكريم فريش كثير طيبه. لكن حطينا كريم فريش وحليب، شو بدي اعمل؟ بدي يكون عندي صفار بيض، بدي امزج صفار بيض مع شويه من السكر ورشه من الفاني، هو يلي بده يشد الوصفه. اوكي. سكر، عم نحط كل الكميه. بدي احط ملعقتين مع صفار البيض. هلا لانه انا بدي احط على وصفه الحلاوه ما زدت السكر، بدي امزج بيبال صفار البيض. هون في اشتغل سكر بودره، سكر اسمر، سكر عادي. ليش بمزج الصفار مع السكر؟ لاكد وقت احطه بقلب الحليب انه يدوب. خليني اقول انه في وصفات بتعمليها بلا ما تحطيهم على النار، بس انا على طول بضيفهم شوي على النار. لكن مزجت كثير منيح صفار الحليب مع السكر، صفار البيض، صفار البيض مع السكر. شو بدي اعمل؟ كثير مهم انه نشتغلها على نار خفيفه. بدي اضيفهم شوي شوي، اول ما يسخن مزيج الحليب والكريم فريش انا وعم بحرك شوي شوي. كم بيضه تقريبا؟ كم صفار بيض استعملنا؟ المفروض تحط اثنين او ثلاثه، هي بتحمل صفار بيض اوقات اربعه كمان. حطينا سكر وفاني وخلطناهم مع الحليب والكريم فريش. خليني اقول للمشاهدين انا بنقع، يعني اول شيء اذا انا اليوم على بالي اعمل بان بيردو لت التوست واقليه بزبده، بهيدي الخلطه يلي عم بشتغلها بجيب التوست او الباجيت او الكرواسون او البريوش، بلتهم وبقليهم. بس انا اليوم ما بدي اقليهم، بدي ادخلهم على الفرن. ما بدي اياهم يغلوا لورا، بدي اياهم يسخنوا ليذوب صفار بيض. شو بدي اعمل؟ بدي بعدين على طول بقول انا وقت اعمل بان بيردو لو غطيت الطنجره يلي فيها خبز كثير من المستحسن انه ننقعها لمده ساعه او اثنين بالبراد، ساعتها بيشرب الخبز، يعني طيبه البان بيردو انه البريوش او الباجيت او حيالله شيء يشرب مزيج الكريم فريش مع السكر، بصير يدوب دغري بالتم وقت الواحد يكون عم ياكله. انا حوقف هون. سخنوا الحليب، ما بدي اياهم يغلوا مع تحريك مستمر كل الوقت. صح. لكن كبيتين حليب، كبيت كريم فريش، صفار بيض، سكر وفاني. طيب شو بدي اعمل لورا؟
في لت كل خبزه احطهم وارجع اغمرهم فيهم، مثل ما في احطهم وارجع اغمرهم فيهم وانطرهم لمده ساعه او اثنين. خلينا نشتغلها سريعا نحن. اسرع طريقه بنحطهم وبنحط فوقهم. صح، خلينا نلطهم. كثير مهم انه يشربوا، خاصة الخبز الفرنجي بيكون قاسي. إذا استعملنا يمكن بان دو مي بصير أفضل دغري نحط فوقهم، مش هيك؟ لأنه ديجا هو طري. إذا الكرواسون أو البريوش، بس إذا بان دو مي عم نشيل الطرف ولا عم نترك مش الطرف؟ ضروري، أنا هلا هون ما شلت الطرف. ورح نرجع نغمرهم بالمزيج البيت. صح. شو رح يكون فيها بعد هيدي الوصفة؟ شوية من الحلاوة، بدي ادخلهم على الفرن، وبدي ارجع اعمل الفريز مع الزبدة والسكر وبرش البردقان وغطي فيهم وصفتي وقتا يطلعوا من الفرن. هينة، كثير هينة. بتعرفي البان بيردو هي من اطيب الوصفات يلي الكل بحبها، من اسهل الوصفات. هي اساسا يعني فضلات الخبز. صح. بيعملوا فيهم هيدا ال صح هيدا الديسير تمن كبشي يعني، فمن هيك هينه. طيبه، اليوم ما حبيت اشتغل بالبريوش، حبيت غير او الكرواسون. فوالا اكتفي هون، تحمل بعد وحده. نحن بس عم نفوتها على الفرن، عم بتفوت تتسخن او بدها وقت اكثر؟ لا يعني بدها وقت، بده يشد الحليب مع الكريم فريش مع صفار البيض. يعني عم نحكي عن 10 دقائق تقريبا. اي اكيد. لكن شو بدي اعمل؟ بدي اجيب المزيج قد ما كتر. هلا كله بيشرب الخبز، بيشرب كثير. ممكن بتحمل بعد وحده. لا شو بدي اعمل لورا؟ بدي اتركهم لمده ساعتين، بعد ساعتين بتطلع بشوف انه ما بقى في حليب وكريم فريش، الخبز شرب، برجع بضيف وبدخلهم على الفرن، تحس بالطعمه الطيبه. وهول الساعتين بالبراد المفروض، هيك اسرع اصلا بتصير العمليه. ولا انا حاكتفي هون، ححط عليهم الحلاوه. حدخل وصفتي على الفرن. هون الحلاوة السادة استخدمناها. حيلا نوع من الحلاوة. شو ما عندي؟ أسستيها صغير. فرمتها. حلاوة مع فستق، حلاوة على شوكولا، حلاوة عادي، شو ما عندي بالبيت. من أطيب الحلو الحلاوة. صح، أنا كثير بحب الحلاوة. أنا كمان. ان كان جاتو على حلاوه، ان كان كعك على حلاوه، من اكثر الوصفات. مع انه كثير سكري كثير حلو، بس اللي بحب بس الحلو. انا بدي اقول لك شغله، انه الحلاوه وقتها بتحطيها بالجاتو او ما بتحسي بكثير طعمتها، ساعتها بتخفف السكر. اكيد. ولا اكتفي هون، مثل ما شفتي انا ما فرمتهم كلهم، يعني مش ضروري يكونوا مثل بعضهم. فينا نرجع نزيد بس يطلعوا من الفرن اذا حدا. انا ححط فريز، بس يلي بحب كثير كثير الحلاوه وما عنده كثير حلاوه وما عارف شو بده يعمل فيهم. يلا على الفرن. على الفرن. في كمان، خليني اقول للمشاهدين، شيلها حط لها موز من بعد ما حطها بالفرن، وشويه من صوص شوكولا يلي كمان بتكون طيبه. كمان الموز مع الحلاوه كثير طيبه. طيب صح. هالوقت رح ننتقل للوصفه الثانيه يلي هي كريم الموارده.
عم نحكي هون نحن عن بس قبل لورا معني خليني اختم وصفتي، قول للمشاهدين دخلت وصفتي على الفرن شلت شو بدي اعمل؟ بدي لوح شويه من الفريز او الموز مش ضروري هلا. او التفاح اخر شيء رح نعملها شويه من الزبده والسكر برش البرتقال، بدي غطي البان بيرجو فيها من بعد ما تطلع من الفرن. هيدي هي وصفتنا. حننتقل هلا لنعمل كريم المواردية اللي هي من اطيب الوصفات. وصفه هيك سهله وسريعه كمان. بتعرفي نحن هلا بموسم الصيف كل شيء كريم قشطه طيب. اليوم حبيت اشتغل بعصير البرتقال الموردي. من شو رح تكون مكونه هيدي الوصفه؟ رح تكون مكونه من اول شيء شو بدي اعمل؟ بدي احط عصير موردي على النار او عصير برتقال عصرته حطيته اول ما يبلش شو سخون. بدي كمان اليوم وصفتي فيها صفار بيضة مع رشه من الفاني مثل ما عملت بالبان بيرجو. بدي احط شويه من السكر، بدي امزجهم وبدي اضيفهم على وصفتي، والسكر الباقي بدي احطه بقلب الحليب. بقلب العصير. بقلب العصير، اليوم ليه معلقه انا كل نهار حليب؟ ثاني مره بتصلحي لي. اكيد حطيت رشه من الفاني وسكر. يعني هون واحد قد ما بيحبها حلوه قد ما بيزيد سكر. قد ما بيزيد صح، ومثل ما بنعرف انه كمان العصير حلو هي سكر مش مثل الحليب يلي انا منعبوه من اول الحلقه عم بحكي فيه. شو بدل عندي؟ بدل عندي النشا تيشده تيشيرو كريم. صح لكن حطينا عصير البرتقال، ضفت نص كمية سكر، أنا من يلي ما بحبوا يكثروا كثير سكر وخاصة إنه العصير حلو. مزجتهم سوا، على جنب مزجت صفار بيض مع ملعقتين من السكر، برجع بذكر المشاهدين بقول سكر أسمر، سكر أبيض، سكر بودرة، شو ما عندي سكر بالبيت. عم نزيد صفار البيض مع الفانيليا شوي شوي أنا وعم حرك. أول ما تغلي ما بقى يعني كثير بخافوا يحطوا بيض، بس مثل ما بنعمل كريم باسير بزيت طريقة هي مهم بس على النار شوي. صح. ما بتعود تأذي على النار كثير أصلا هالأول شوية وقت. لكن خليني ارجع اذكر واقول انه احنا هلا عم نشتغل بكريم عصير الموردي يلي بطنجره على نار. حطينا العصير، رجعنا ضفنا سكر، رجعنا ضفنا ملعقتين من السكر مع صفار بيضة على طول على نار. بشو بدي اختم وصفتي؟ مثل ما وعودين على النشا يلي بشد الوصفه، مثل ما كل مره بنقول انه كل كبايه من الحليب او من عصير البرتقال او عصير هيلا عصير بدها ملعقه من النشا المذوبه مع ملعقه من الحليب السائل او المي. انا حاترك الكريم على نار لورا على نار خفيفه وبدي انتقل لاعمل الفريز للوصفه الاولى لكن رح نحط زبده وفريز صح ونعملهم مع بعضهم. وشو كمان رح نزيد عليهم؟ حطينا زبدة، سكر، فريز، فينا نحط كونياك، روم. هذا التوبينج تبع البان بيرجو. صح. يلي عملني مع الحلاوة. هذا الفريز، وشو بدنا كمان؟ سكر. زبدة، سكر، فريز، برش برتقال. برش البرتقال. مثل ما بنعرف انه حيلا كريم بدنا نروح ونجي ونحرك. هلا هيدا الكريم مفروض تنحط بالبراد وتتاكل مسقعه. صح.
بدي احط الفريز، بدي احط عليهم السكر. ما بدي تحترق الزبده. قولي لي اليوم ما بحب الفريز، تفاح، موز، اناناس، شو ما كان. بحب الفريز. مين ما بحب الفريز؟ اليوم نهارنا كله عن الفريز، مع رندا حكينا عن الفريز، ومع مارك حكينا عن الفريز، وهلا انت عملتي لنا دسير بالفريز. لانه الفريز طيب. وهلا ايامه موسم. ايامه وسعره مقبول. يعني هي اهم شيء بهالايامات. شو بضل عندي هون؟ بضل عندي دوب النشا مع الحليب او المي، وضيفهم على الكريم. بدي اعبي الكاسات وبدي انتقل لاعمل الكرامبل. كيف طيب اذا بنحط شويه من الروم، شويه من الكونياك؟ يعني هون ما رح تشد قبل ما نحط لها النشا. اكيد. شو بضل عندي احط لورا؟ بضل عندي اختم الفريز ببرش البرتقال يلي برشته. هيك الروايح. كمان ما بدي احطهم كثير على نار. بدي انتقل اعمل الكرامبل. ولا غليو. بدي احط النشا. لورا بدنا نزعجك بما انك عم بتحركي شوي 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 شوي. نحن عم نحرك عشوي. بعد بعد شوي. ثانك يو. ما حطيت ما زهر، ما حطيت ما ورد، ما حطيت مسكي، اكتفيت هون. فوالا، خلصت وصفتي. شدوا دغري. شدوا لأنه حطينا نشا. بدي أعبي الكاسات ورا. فوالا هون على الآخر؟ لا، نص. خلينا بس نشيل هون قبل. فوالا شلت الفريز، ما بدي اياه هون كثير. المفروض نتركهم يبردوا شوي برا، نرجع نحطهم بالبراد. على طول بنقول انه كل الكريم تخلص مفروض انه ننقلها على بول لورا، ما اتركها ولا اتركها بالطنجره لو تفيت النار. ليه؟ لانه بتضلوا الكويسون ماشي. بعد شوي أوكي. وانا عم حدد الكينكس. يلا رحنا. شو بدك بهالشغلة تعطيني أنا اسكت؟ لا سبا، ما هي لأنه ثقيلة بس معلي تقطع. هتعطيها كفي أنا ولا أنت؟ لا كفي. ما تخافي نورا، هو قلبي. إذا بدك بملعقة يمكن أزبط. لكن بهالوقت أنا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل الكرامبل يلي بدي غطي فيه الوصفة يلي لورا عم تشتغلها. أول شي بدي أجيب مقلاية. لا هي كتير صغيرة. رح ريحك لورا. رجعنا على الكبير، أوكي ما بيأثر. من شو معمول الكرامبل؟ أول شي بدي أمزج كل المقادير ببول. من شو معمول الكرامبل؟ عم بحكي على زبدة، كاكاو، طحين، سكر. كل هول المقادير بدي امزجهم بايدي، في ادخلهم على الفرن مثل ما في لوحهم على نار. شو لورا شو الوضع؟ ماشي الحال. انا مقلع. يلا اول شيء بده يكون عندي طحين، وعلى طول بقول قد السكر قد الزبده قد الطحين، بس اخف كاكاو. حطينا طحين، حطينا سكر، سكر ابيض، سكر بودره، سكر اسمر.
حطينا كاكاو. واكيد حطينا زبده. الزبده بدها تكون عند تمبيراتور امبيونت، يعني بشيلها من البراد. شو بدي اعمل؟ بدي امزجهم وادعكهم ليصيروا عجينه. هيدي العجينه بدي لوحها على نار وبدي غطي فيها الكريم اللي اشتغلتها. في حط شويه من البسكويه اللي عندي اياهم المطحونين، في حط شويه من الجوز، من اللوز، من حيلا شيء عندي. ما بدنا ننسى البان بيرجي بالفرن كمان. يلا دقيقة منشيله وخلينا نحط هولي. فوالا. لكن دعكت العجينة اللي اشتغلتها، في دخلها على الفرن، حطها على ورقة زبدة. فوالا. رح جيب مقلية. حميها. مش ضروري ابدا حط زبده، ليه؟ لانه هيدا عجينه مليانه زبده. في اشتغلها بلا كاكاو، استبدل ببودره اللوز. يمكن هيدا لازم نزيد عليها شوي بعد. شو رايك؟ اكيد لورا رايك. رح شوف البان بيرجي بالفرن. yeah. يمكن خلصوا بتصور. وانا خلصت هون وصفة. لكن شو بضل فيه؟ خلينا نشيل هول. اليوم هيك وصفتين سهلين سريعين. بدي اجرب اقول انه مش كثير بكلفوا، لانه بتعرفي هالايامات بما انه صار كل شيء غالي، يعني صرنا قد ما فينا عم نشتغل بالموجود جود. هلا ما بدي اقول بالموجود جود لانه بعرف انه ما بقى في شيء رخيص، كل شيء صار كثير غالي، بس انه بس بالنهايه بدنا نعمل، بدنا نعمل ونعمل وصفة بالتي هي احسن مثل ما بيقولوا، يعني نقدر نوصل فكره بسيطه بس اهم شيء تكون طيبه ويكونوا المشاهدين عندهم الاغراض اللي هي اهم شيء باغراض بسيطه موجوده بالبيت. خلينا ننقل الكرامبل لهون تشيل البان بيردو. بنحرك. بدنا اول ما يسخن شوي نحرك، بدي اشتغله على نار، بدي ضلني احرك لما يلطع. لكن خليني اقول انه اليوم اشتغلنا بكريم الموردي، برجع بذكر يلي ضفنا حليب، رجعنا ضفنا دقيقتين نشيلهم، ضفنا حليب، رجعنا ضفنا كريم فريش، صفار، بيض، سكر. كمان انا هلا طلعت عم بحكي على البان بيرجو. خلينا نرجع على الموردي، ضفنا عصير، حيلا نوع من العصير، حتى هي وصفه بعملها مع عصير مانج. إذا عندي مانج، إذا شو ما عندي عصير رمان، بس عم نحكي على فريش كمان، ضفنا لها شوية من السكر، صفار، بيض، وضفنا شوية من النشا. شو عملنا؟ مزجناهم كلهم سوا وحطيناهم على جنب. أما هون اشتغلنا بكرامبل يلي عجينة معمولة من طحين، سكر، زبدة، كاكاو، إذا عندي لوز مطحون كمان بيطلع كثير طيب معه، بدي لوحها على نار أو في اشويها بقلب الفرن. اما هون اشتغلنا بالفريز يلي هلا بدي شيلهم من الفرن، بدي غطي البان بيردو فيهم وبدي اقدمهم. خليني اقول انه البان بيردو كلها سخنه بتكون طيبه او فاتره. هيك وصفتين سهلين سريعين وطيبين. طيبين، خلينا نقوي شوي النار لا تخلص. في حط لها شوية من الفستق الحلبي كمان، كمان بيطلع طيب معه. جوز. جوز، لوز. بس إنه الشوكولا مع الليمون إذا بدنا نقول أو نكهة الليمون كتير طيب. صح.
وهون نحن استخدمنا شوكولا امير ولا اي نوع شوكولا؟ لا كاكاو عادي. كاكاو العادي. فوالا هيدي اول وحده خلصت. لازم نضل عم نحرك تما يلزقوا. كثير مهم انه نشتغلهم كمان على نار خفيفه. هيدي تانية مزبوط. شربوا الخبزات الحليب. انا بحط عليهم فرق بس الفراز مثل ما هو. انا بضلني اقول وقتها بدي اعمل بامبيرجيو ان كان بالبريوش او بالكرواسون او بحيلا شيء، كثير طيب انه ننقع. قد ما بننقع قد ما بصير اطيب. هلا بدي اجيب ملعقه لورا وبدي غطي وصفتي بمزيج الفريز يلي اشتغلناه بالفرن. اما بالنسبه للكرامبل تقريبا رح يخلص وبدنا بس نزيده فوق الكريم. لكينا رح ناخذ بهالوقت بريك ومن بعدها تيستينج. yeah. اليوم السبت نهار الديسير. الديسير عند دلال. ايه انضمت كاتيا لنا. روايح كثير طيبه كثير. يعني البامبيرديو انا من اطيب الديسير عندي. اليوم بيضتها مع الفريز والحلاوه والكريم كله. بامبيرديو سبيسيال كمان. هونيك شو عندنا؟ يلا هونيك عندنا الكريم المورده مع كرامبل الشوكولا. كمان عم بتخيل نكهه الليمون يعني مع الشوكولا كمان اكيد كثير طيب. بامبيرديو لازم يكون سخن شوي بس هيدي لازم تكون مسقعه. هي لازم تكون مسقعه. بس انا رح ذوق حتى لو سخن. مش غلط. بجيب لكم صحون للبامبيرديو. ايه احسن ما انا رح ذوق هيدي. يعني ذوقي جيبي صحون. لا مش هيك. بس حتى لي نخلي لغيرنا. خلص رح شيل انا بالشوك. طعمة الليمون الاسيديتي تبع الليمون كثير قوية وكثير طيبة مع الشوكولا. مع انه سخنة بس طيبة هيك. هي لازم تكون جيب لك مسقعة. ما عليك اكلت الشوك. طبعا لازم تكون مسقعة لكلها طيبة. هيدي إذا عندنا ناس بالصيف بنعملها مع كرامبل كمان بتطلع طيبة، مثل ما فينا نعمل كمان البامبيرديو بجات كبير كمان إذا عندنا عالم نشتغلها قبل بوقت وندخلها على الفرن كمان بتكون طيبة. أي هي بعدها كثير سخنة بدها تكون حضرت نكزة بس كثير طيبة. لكن مش سخنة عم تفقفي. بعدها كثير سخنة. حتى يمكن مثلا مع آيس كريم حدا بتطلع طيبة. بامبيرديو كثير بيلبق له الآيس كريم، من الوصفات الطيبة كثير اللي معه آيس كريم على فانيليا على شوكولا. لو حطينا تفاح او حيلا شيء. فيري نايس. هيك وصفتين سهلين وسريعين وموجودين المكونات اكيد بكل بيت. صحيح. يعني ميرسي كثير. وفي كثير كمان مكونات اون كومون يعني بين الاثنين يعني اذا واحد حدا بقي عنا شيء بنشتغل بالوصفه الثانيه. بنشتغل الوصفه الثانيه. ميرسي دلال كثير طيبه بالفعل. ثانكيو لك ساعتين كاتيا. رح ناخذ وقفه ومن بعدها بنتابع باقي فقرات الايف مع كاتيا. Thank you.